يعطيكم العافية شباب، إن شاء الله اليوم حناخد اللاب الخامس. اللاب الخامس بعنوان سيباريت باتش اند ست موديولز. حناخد مجموعة من الموديولز الجديدة، سيباريت موديول وباتش موديول وست موديول. طيب، سيباريت بمعنى فصل أو انقسام، باتش بمعنى حزم، وست مجموعة. الست احنا من خلال اللابات شفنا الست أكثر من مرة، اليوم حناخدها إن شاء الله بالتفصيل. طيب خلينا نبدأ في أول إشي اللي هو سيباريت موديول، وحدة الفصل أو وحدة الانقسام. طيب سيباريت موديول، this module can be used to either copy an incoming entity into multiple entities or to split a previously batch entity. أول شيء السيباريت فصل، يعني أنا ممكن يكون عندي مثال على الفصل، ممكن أنا أعمل copy an incoming entity، يعني أنا ممكن أنسخ entity مثلا نسختين أو ثلاث نسخ، هذا يعد فصل أو انقسام. الإشي لما الانتيتي لما تكون عندي انتيتي واحدة وتصير ثلاثة أو أربعة أو تنتين، هذا يعد سيباريت، نوع من أنواع السيباريت، الفصل أو الانقسام. هذا واحد النوع. لو النوع الثاني إنه ممكن أعمل سبليت لبريفيوسلي باتش انتيتي، يكون عندي أنا انتيتي على شكل باتش زي ما هنشوف. إحنا قلنا هناخد برضو باتش موديول، ممكن يكون عندي باتش مجموعة من الانتيتي وأنا بدي أقوم بعملية فصلها. تمام، اذا هاي نوعين عندي من الفصل، سيبريت موديول اللي هو انا اقوم بعملية نسخ، اللي هو مجموعة نسخ انتيتي لنسختين ثلاثة، هذا يعد نوع من انواع السيبريت، الفصل والانقسام. او اني افصل سبليت بريفيسلي باتش انتيتي، انه عندي باتش وانا بدي ايش اقوم بعملية فصله. تمام. يعني مثال على السيبريت، انا مثلا عندي دوكيومنت، ملف عندي في شركة، بدي هذا الشيء للملف بدي اوزعه على اكثر من مسؤول مثلا او اكثر من عامل عندي، فانا بدي اقوم بعملية نسخه. تمام، فبدي اعمل دوبليكيت من هذا الملف، فبصير عندي انا مثلا عشر واحد، كان عندي ملف واحد صار عشرة. تمام، فهذا يعد من انواع السيبريت وبوزعه على عندي على العمال. تمام، فهذا نوع من انواع اللي هو السيبريت، اني اعمل دبليكيشن، اني اعمل اللي هو مضاعفة او نسخ. طيب خلينا احنا نضيف عندي السيبريت موديول وحنشوفها ان شاء الله بالنوعين، النوع الاول لعملية الدبليكيشن، والنوع الثاني انه انا اعمل فصل لباتش انتيتي، انه لما يكون عندي معمول باتش لمجموعة من الانتيتي وانا اعملها فصل بعد هيك. طيب احنا هنشتغل طبعا على ال الموديل تبعنا، هنضل نشتغل عليه. طيب خلينا نعمل سبليت بعد عملية اللوجو، قبل يعني بعد ما عملية اللوجو نعمل عملية سبليت. احنا هنا بس في هذا اللاب هنفترض انه الانتيتي عندي بوكس، مش حذاء واحد، مش شو واحد، لا بوكس فيه ايش جزئين من الاحذية، يعني زي فردة يمين وفردة شمال، فالانتيتي عندي هنا بوكس. تمام، فانا حيكون عندي ماشي بوكس 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 هان، بس عند الايلت بدي اقوم بعملية فصل. تمام، البوكس هذا. طيب خلينا نعمل اول شيء نشيل الكونكشن، انا نعمل قلنا قبل عملية الايلت نعمل عملية اللي هو سيبريت. سيبريت موديول من وين بنجيبها؟ من بيسك بروسيس، ندور على سيبريت، هاي سيبريت، نعملها دراج لا الموديل عندي هان، نعمل كونكشن. طيب خلينا نكبر شوي نشوف كيف شكل السيبريت موديول. هاي السيبريت موديول عندي الها 1 انتري بوينت والها 2 اكزيت بوينت، اوريجينال ودوبليكيت. هذا طبعا لما يكون عندي النوع دوبليكيت، لما انا بدي اعمل عملية نسخ. تمام، فبكون عندي 2 اكزيت بوينت، الاكزيت بوينت الاولى لعمليه اللي هو الانتيتي اللي بتكون الاصليه، والاكزيت بوينت الثاني اللي هو الدوبليكيت اللي هو الانتيتي النسخ من الاصلي عندي. تمام، اللي انا نسخته من الانتيتي الاصلي.
تمام يعني. وانا عندي كمان فاريبل، هان الفاريبل هذا بيعبر لي عن اللي هو ليش النمبر اوت من الاوريجينال، هاي نمبر اوت اورج اللي هو نمبر اوت اوريجينال، وهنا نمبر اوت دوبليكيت. تمام هاي الفاريبل هذا وهاي الفاريبل هذا. طيب خلينا ندخل ونشوف ايش في عندي في السبريت. دبل كليك. طيب عندي النيم، عندي تايب، وزي ما قلنا عندي التايب عندي نوعين. النيم اول شيء اللي هو قلنا ديسكريبتيف نيم، اسف اسم وصفي للموديل عندي، فنكتب والله مثلا لوجو او سيبريت مدون اشي سيبريت مثلا شوز اي شيء بس يدل. لا ايش هذا تمام. زي ما قلنا اسم لازم يكون هذا الاسم، ما فيش ما سميتش اشي تاني زيه، must be unique قلنا. ولازم يكون descriptive name حيظهر لي هنا عندي الموديول. طيب التايب في عندي نوعين زي ما قلنا، في عندي duplicate original، في عندي split existing batch. تمام duplicate original زي ما قلنا احنا هقوم بعملية مضاعفة، هقوم بعملية نسخ، يعني انا بكون عندي عندي entity اصلية وبدي اعمل منها نسخ. تمام هذا يعد من انواع السبليت، انواع من انواع الانقسام. زي ما قلت عندي انا انتيتي واحده، وبعد هيك صار عندي من هذه الانتيتي اربع انتيتي اخرين. تمام فانا اذا عملت انقسام واحد صار عندي اربع، او واحد صار عندي اثنين. هذا النوع الاول من انواع هذا اللي هو دوبلكيت اوريجينال. او النوع الثاني السبليت اكزيستنج باتش، اللي انا بدي اعمل عمليه فصل لا باتش موجود عندي هذا. طيب خلينا نشرح اول شيء اول طيب عندي النوع الثاني هنشرحها بس لما ناخد الباتش موديول، هنعمل باتش ونشوف كيف ممكن نعمل له سيبريت بعد هيك. تمام فخلينا نختار اول شيء النوع التايب الدبليكيت اوريجينال. طيب في عندي انا تو بريمترز بتظهر اللي هو بيرسنت كوست تو دبليكيتس والنمبر اوف دبليكيتس. النمبر اوف دبليكيتس اللي هو عدد النسخ اللي انت بدك تعملها. تمام يعني انا عندي مثلا انتيتي بدي انسخها مثلا دوبليكيت مرتين او اضعفها مرتين. تمام فبكتب النمبر اوف دوبليكيتس تنتين نسختين. تمام طبعا هذا اللي هان ممكن يعني بقبل رقم سالب، وممكن شو اسمه نحط زيرو كمان، بس لما احط رقم سالب او زيرو مش هيطلع لي اي انتيتي، يعني مش انت يعني مش هيطلع لي اي نسخة. تمام بس انا عندي الموديل اللي الارينا هان بيقبل اللي هو الموجب والسالب والزيرو، بس انا لما احط زيرو او سالب مش هيطلع لي اي انتيتي، مش هيطلع لي اي نسخه. تمام هذا النمبر اوف دوبليكيتس قديش انا بدي اعمل عمليه مضاعفه، اعمل نسخ من الاوريجينال انتيتي. تمام طيب بعد هيك اللي هو البيرسنت كوست تو دوبليكيت. طيب انا كل انتيتي عندي الها كوست ولها تايم معين. تمام الها تكلفه والها وقت معين. طيب انا لما اعمل عمليه فصل، عمليه سيبريشن لهذا الانتيتي، الانتيتي اللي بتنتج مثلا عمليه قول عملت نسختين ها. تمام فالنسختين هذول اللي بيطلع من عمليه السيبريشن هذول ايش الكوست والتايم الهم. فانا هنا في النسبه بحدد قديش انا ممكن اعطيهم من اللي هو الكوست والتايم. بمعنى يعني انا لو عملت مثلا خلينا نسخه واحده، فبكون عندي هيك نسخه اصليه ونسخه اللي هو النسخه اللي انا ضعفتها. فانا لما احط هنا البيسنت كوست تو دوبليكيت 50% فهيطلع لي 50% من الكوست و50% من التايم هيتروح لش اسمه للنسخه اللي عملتها، وال50% التانية هتروح للاوريجينال الاصليه. طيب لو حطيت مثلا انا هنا تنتين عملت نسختين. تمام فهنا برضو نسبة 50%، فايش حيصير عندي 50% هذه حتتوزع على النسخ اللي هان، فحيصير عندي والله الكوست والتايم حينقسم ل 25% للنسخة الاولى و25% للنسخة الثانية. وايش بضل عندي 50% للاوريجينال للانتيتي الاصلية،
وهكذا. يعني انا شو اسمه النسبة اللي هان بتتوزع على النمبر اوف دوبليكيتس اللي انا بحطها، واللي بضل بروح للاوريجينال. تمام، هذه بالنسبة لبيرسنت كوست ودوبليكيتس. قديش انا النسبة هاي قلنا زي ما قلت بتتوزع على الدوبليكيت، والباقي بتوزع على الاوريجينال. تمام، طيب خلينا بس نشوف برضو شارح لهذا الكلام. طبعا هذا كل الكلام اللي نحكيه موجود هان. هاي عندي انا النيم، قلنا يونيك موديول ايدنتيفاير، اسم يونيك، بعدين التايب في عنده نوعين اللي هو دوبليكيت اوريجينال والسبليت اكزيستنج باتش. الدوبليكيت اوريجينال اللي هو will simply take the original entity and make some number of duplicates. هيمسك الاوريجينال انتيتي، الانتيتي الاصليه، وهيعمل مجموعه من النسخ وهيضاعف هذه الانتيتي. هاي بالنسبه للدوبليكيت اوريجينال زي ما قلنا. وسبليت اكزيستنج باتش اللي هو requires that incoming entity be temporarily batch entity، اللي هو انا بكون عامل باتش نوعه temporary زي ما هنشوف احنا كيف لقدام. وبعد هيك هذا الباتش لازم انا اعمل له اللي هو سبليت. تمام، فبختار هذا الخيار. طيب زي ما قلنا في عندي بيرسنت لما احط اللي هو النوع تايب دوبليكيت اوريجينال بيظهر لي اللي هو البيرسنت كوست تو دوبليكيت والنمبر اوف دوبليكيتس. النمبر اوف دوبليكيتس قلنا النمبر اوف اوت جوينج انتيتيز ذات ويل ليف ذا موديول، قديش انا حيغادر عندي من اللي هو الموديول. In addition to the original incoming entity، طبعا بالإضافة للأصلية. Applies only when type is duplicate original، طبعا هذا الخيار هذا ما بيظهر إلا لما أحط النوع duplicate original. طيب النوع التاني الإشي التاني اللي هو ال percent cost to duplicates، زي ما قلنا توزيع ال cost وتوزيع ال time، يعني هذه مش cost برضو بس cost to time، تكلفة وقت عندي. هاي allocation of costs and times of the incoming entity، قديش انا توزيع اللي هو التكاليف والوقت للانتيتي اللي عندي هان to the outgoing duplicates، قديش انا حوزع للنسخ اللي حتطلع من عملية الدبليكيشن. طيب هذه this value is specified as a percentage of the original entity cost and time، طبعا هي نسبة قلنا من 0 ل 100. النسبة زي ما قلنا the percentage is specified will be split evenly between the duplicates، حيتم توزيعها بالتساوي بين الدبليكيتس. تمام، زي ما قلنا هنا مثلا قلنا حطينا 50 وهنا تنتين، حيطلع كل واحدة حتاخد 25 25. تمام، بالتساوي. while the original entity will retain، والباقي بروح اللي هو الاوريجينال انتيتي. تمام، هذا بالنسبة لما يكون عندي البيرسنت كود، توزيع التكاليف والوقت لما يكون عندي النوع دوبليكيت اوريجينال. طيب هذول الأشياء التانية لما يكون عندي النوع التاني هناخدها، بس ناخد الباتش. تمام، أنا هيك تقريبا يعني خلصنا السيبريت. تمام، وفهمنا كل اللي هو السيبريت اللي هو النوع الأول. طبعا أنا إيش كتبنا إحنا، طيب سبريت شوز او اي اسم بيعبر عن العملية عندي. طبعا اخذنا النوع الاول، النوع الثاني هناخدها لما ناخد الباتش موديول عشان نربط مع بعض ونحط اوكي. طيب نشوف ايش في اشياء كمان احنا ها. طيب بقول لك لما يكون عندي النوع دوبليكيت اوريجينال اوبشن زي ما شفنا قبل شوي، زي ما حطينا عندي في الموديل، بقول لك اف ذا نمبر اوف دوبليكيت از ليس ذان اور ايكوال تو زيرو، زي ما قلنا احنا ما بينفع نحط زيرو او سالب. بس ايش حيصير؟ No duplicate entities are created، مش هيطلع لي أي نسخة. يعني لما هو الأرينا عندي بيقبل لما أحط سالب أو صفر. تمام، بس ما لو حطيت سالب أو صفر مش هيطلع لي أي نسخة. طبعا note that number of duplicates زائد واحد entities have the module leave the module، طبعا بقول لك انه حيغادر عندي الموديول سيبريت موديول كم انتيتي اللي هو قديش عملت نسخ زائد واحد، الواحد هذا ايش الاصليه. يعني انا حيغادر عندي والله من السيبريت موديول هان قديش جسمه قديش طلعت من الدوبليكيتس، نقول مثلا عملنا 3 نسخ زائد اللي هو النسخه الاصليه، فبصير عندي 4 اللي هو الاصليه الانتيتي الاصليه، بصير عندي 4، فيطلع عندي 4.
لعب مركز انتباه. تمام، هاي نفس ليش زي ما قلنا الكوست، هاي the cost and time percentage specified in the cost to duplicates field will be split evenly between the duplicates، هيتم توزيعه بالتساوي والباقي هيروح للأوريجينال. خلينا ناخد مثال، والله أنا عندي إذا الكوست أوف دوبليكيتس إف كوست تو دوبليكيتس زي ما عملنا، هاي الكوست بيرسنت كوست تو دوبليكيت قديش معطيني إياها؟ هان معطيني إياها 50، تمام، والنمبر أوف دوبليكيتس 2، عندي نسختين، فإيش حيصير؟ حيصير عند حيتوزع عندي الكوست 25% لا incoming entity cost and time values will be allocated to each of the duplicates and the remaining قديش بضل؟ كل واحدة حتاخد 25، في عندي 2 duplicates فكل واحدة 25، وقديش بضل عندي من هذا؟ بضل 50 بروح ل اللي هو الأوريجينال. طيب هاي كمان مثال، لو كان عندي الكوست والله 90، تمام، وقديش عندي number of duplicates 3، طب ايش حيصير التوزيع؟ هنقسم بالتساوي 90 على 3، كل واحد حياخد 30، تمام، فهيصير ب 30%، وايش بضل عندي في السيستم؟ بضل عندي 10% حيروحوا للاوريجينال، تمام. المهم الكوست والتايم هذه النسبة اللي بحددها بتتساوى، كل واحدة بتتوزع بالتساوي على عدد الدبليكتس اللي انا حطيتها. طيب خلينا نشوف مثالها، ولك duplicating entities. طيب in this example the send information on module will copy the original incoming. ها قال لك will copy the original incoming، يعني هيقوم بعملية نسخ اللي هو ال incoming entity اللي ال entity الأصلية، تمام. فايش النوع هيكون عندي؟ اللي هو duplicate original، لأنه قال لك will copy. طيب قديش هينسخ entity into 3 duplicate entity into 3 يعني عندي 3 نسخ، يعني أنا عندي number، طبعا هنا التايب ايش حيكون؟ duplicate original لانه قال لي will copy. number of duplicates حيكون قديش؟ 3. طيب نكمل a total of 4 entities will leave the module، طبعا ليش؟ لانه عندي 3 نسخ والاصلية، فهيصير عندي 4 entities حيغادروا المديول. طيب the original entity will retain all of the cost and time information، بقول لك انه المعلومات الكوست والتايم الانتيتي الاصلية هتحتفظ فيها، يعني مش هيتم توزيع اي كوست او تايم على اللي هو الدبليكتس على النسخ. فاذا قديش هتكون عندي النسبة؟ هتكون زيرو. ليش؟ لانه انا ما وزعت اي كوست اي تايم على النسخ اللي هبدأ الثلاث نسخ اللي بدنا نعملهن. 100% هيكون كله لا شو اسمه للاوريجينال انتيتي زي ما هو معطيني هان. هاي the three duplicates will start with no cost or time accumulations، تمام، فيش cost او time، لانه قلنا ال cost و time 100% حيروح ل ال original. ما هي زي ما عملنا ال type duplicate original، number of duplicates 3، وال percent cost to duplicate 0، تمام، ما فيش، مش هنوزع اي cost او time على شو اسمه duplicates، تمام. هذا مثال بوضح لك كيف احنا ممكن نعبي البيانات لما يكون عندي مثال دوبليكيت اوريجينال. طيب خلينا نرجع احنا زي ما كنا. طيب احنا خلينا اخر شيء عندي في الدوبليكيت اوريجينال للسيبريت، زي ما ملاحظين قلنا عندي 1 انتري بوينت وعندي 2 اكزيت بوينت، واحده اوريجينال والثانيه دوبليكيت، صحيح. طيب انا في الاكزيت بوينت الدوبليكيت مش موصلها في اي شيء، فانا ممكن يعني هنا في المثال بدنا نوصل، احنا هنوصلها في نفس العمليه، انه والله خلص الاوريجينال والنسخه بدي اياهم يمشوا في نفس المسار، بس ممكن انه انا والله بقول لك الدبليكيت بدي اياها مثلا تروح لعمليه ثانيه او تمشي في عمليه موازيه ثانيه، تمام، فبتروح توصل الدبليكيت لاشي ثاني، بس احنا هنا خلص بدنا الاوريجينال الاصليه والنسخه بدنا اياهم يمشوا في نفس المسار، احنا فصلناهم واعطيناهم كوست وبعدين خليهم يمشوا في نفس المسار، فلازم نوصلهم، اي لازم نوصلها، خلاص نوصلها في نفس المسار عندي عادي، تمام. ممكن زي ما قلنا نعمل مسار تاني، انه والله مثلا دبليكيت بدي اياها تروح مثلا على النسخة هاي، بدي اياها تروح على عملية تانية موازية مثلا للعملية هذه، وهكذا، تمام. انهم لازم تنتين تو اكزت بوينت نربطهم، تمام. طيب هذا بالنسبة للنوع الأول من السيبريت اللي هو duplicate original.
طيب الاشي الثاني اللي حناخده اللي هو الباتش موديول. الباتش موديول يعني عكس تقريبا اللي هو السيبريت موديول، هناك احنا عملنا عملية فصل وانقسام، انا من عملية تجميع وحزم. الباتش موديول this module is intended as the grouping mechanism، تمام، طريقة تجميع within the simulation model، تمام. اذا طريقة تجميع يعني تجميع مجموعة من الانتيتيز، طبعا في نوعين برضو نفس السيبريت، النوعين كالتالي، ممكن نعمل عملية تجميع permanently or temporarily group، اللي هو تجميع دائم او تجميع مؤقت، يعني ممكن اعمل باتش دائم او باتش مؤقت. طيب خلينا نرجع للموديل اللي عندي ونضيف احنا باتش بعد عملية الايلت بروسيس، نفس الاشي من البيسك بروسيس نروح على باتش، حتى ملاحظين شكلها عكس سيبريت. هاي الباتش موديول، نعمل كونكشن، تمام. طبعا انا بيطلع عندي كيو وانا variable اللي هو number ان كيو. طيب دبل كليك على الباتش موديول بيطلع عندي مجموعة من الاشياء. طيب النيم قلنا descriptive name must be قلنا unique، يعني ممكن نقول شوز باتش. طيب نيجي للنوع التايب، في عندي temporary او permanent، يعني تجميع مؤقت او تجميع دائم. اذا عملنا تجميع temporary، اذا عملنا تجميع مؤقت، لازم يعني هذا الباتش، اذا عملنا الباتش نوع temporary لازم هذا الباتش بعد هيك اعمل له عملية سيبريشن، تمام، لانه انت قلت انا مجمع هذا الباتش مؤقت، اشي يعني تجميع مؤقت، وبعد هيك في اي مرحلة من مراحل السيستم عندي لازم اعمل له عملية سيبريشن. السيبريت حيكون نوع ايش؟ split existing batch، تمام. هاي الاشي اللي احنا بدنا نشوفه. طيب اذا لازم زي ما قلنا اذا كان نوع temporary لازم ايش اسمه اعمل له عملية سيبريشن بعد هيك. اذا عملت والله النوع الباتش عندي مؤقت وعملت اوكي وطلعت من السيستم وما عملتش سيبريشن، السيستم لما اجي اعمل له رن هيعمل لي ايرور، تمام. طيب اذا النوع الثاني بيرمننت اللي هو دائم، والله اذا كان الباتش عندي دائم يعني انا حيطلع عندي من السيستم باتش، تمام. نعتبر والله خلينا نعتبر مثلا احنا في مصنع او خط انتاج كولا، وفي عندي مجموعة من العبوات بتمشي بعدين عملت لها باتش في صندوق، مثلا الباتش هذا متكون من 5 عبوات، 24 عبوة، 20 عبوة، المهم whatever، بنحط مثلا 5 عبوات، تمام، في هذه الكرتونة. هذه عملية باتش، عملية تجميع. هذا الباتش الكرتونة أنا خلاص بعد ما حطيت العبوات فيها الكرتونة هذه، خلاص أنا هطلعها من السيستم ككرتونة، مش هعاود أفكها وأطلع العبوات اللي فيها، صحيح. فهذا الإشي بنسميه بيرمننت، إنه أنا خلاص حيطلع من عندي من السيستم كباتش، تمام. هذا بنسميه النوع اللي هو بيرمننت باتش، اللي هو باتش دائم، أنا بعمل عملية تجميع وحيطلع من السيستم عندي مجمع، تمام. اذا التمبرري حزمه مؤقته والبيرمنت حزمه دائمه. الحزمه الدائمه قلنا تطلع من السيستم كباتش، الحزمه المؤقته التمبرري لازم اعمله في الاخر سبليت اكزيستنج باتش في عمليه السيبريت زي ما هنشوف كمان شويه، تمام. لازم ينفصل، اذا ما فصلتوش وحطيت تمبرري وما فصلتوش هيطلع لما اجي اعمل رن للسيستم هيعمل ايرور. طيب خلينا احنا نخلي النوع بيرمننت. الباتش سايز قديش انا بدي اعمل باتش لكم انتيتي؟ خليها 2 3 4، يعني عدد الانتيتي اللي انا بدي اعملها باتشنج. طيب بعد هيك في حاجة مهمة اسمها السيف كرايتيريا او معيار
الحفظ عندي. طيب أنا لما أعمل باتش تظهر عندي انتيتي جديدة، مثلا أنا عملت باتش لتو انتيتيز، تمام. خلينا نفترض إنه الباتش صندوق وفيه زي ما قلنا عبوات مثلا كولا، تمام. عملية الباتش هو الباتش اللي هذا في صندوق قلنا، فهذا الصندوق بيصير كانتيتي جديدة، تمام. انتيتي بيحتوي على مجموعة من الانتيتيز اللي أنا عملت لها باتشنج. إذا أنا بدخل عندي في السيستم، بدخل عندي من السيستم مجموعة من إيش العبوات، العبوات بيجي لعند الباتش، بتيجي لعند مرحلة الباتش، أنا بحطهم في صندوق، بعد هيك بيطلعوا من السيستم عندي كصندوق، فالصندوق هذا صار انتيتي جديدة، تمام، متكون من مجموعة من الانتيتيز اللي أنا حطيتهم هان. فهذه الانتيتي الجديدة بنسميها representative entity type، أو الكائن الممثل عندي، ممثل عن الانتيتي الموجودة داخلها، تمام. فأنا عندي السيف كرايتيريا ها، بناء على السيف كرايتيريا عندي هان الريبريزنتيف انتيتي هذا بتاخد اتريبيوت، بتاخد صفة. يعني انا والله الصندوق هذا، الصندوق اللي طلع عندي صفته ايش، ياخد صفة مين؟ هل ياخد صفة الانتيتي اللي الموجودة عنده، اول انتيتي ولا اخر انتيتي ولا اي انتيتي ياخد، تمام. فلازم احنا نختار الصفة، او كيف حياخد الصفة هذا الريبريزنتيف انتيتي، على اي اساس هاي نحط له اتريبيوت، تمام. فهذا الاشي بنختاره عن طريق السيف كرايتيريا. طيب في عندي خيارات، في عندي فيرست لاست سم او برودكت. فيرست بمعنى انه انا والله الريبريزنتيف انتيتي هياخد صفة اتريبيوت اول انتيتي بيدخل عندي في عملية الباتش، تمام. هذا فيرست. لاست هياخد اتريبيوت وصفات الانتيتي اخر انتيتي يجي عندي في الباتش، تمام. السم هياخد المجموع، والبرودكت هياخد اللي هو المجموع الضرب يعني. بمعنى والله انا مثلا عندي بدي اشوف الكوست، التكلفة، تكلفة هذا الصندوق على اي اساس انا اخده؟ هل اخده على اساس اول انتيتي عندي، تكلفة اول انتيتي، ولا تكلفة اخر انتيتي، ولا تكلفة مجموع الانتيتي اللي موجود عندي؟ مثلا انا عندي تو انتيتيز، فوالله الكوست تبع الريبريزنتيف هيكون مجموع الكوست للتو انتيتيز اللي عندي، او يكون البرودكت اللي هو مالتبلاينج اللي هو مجموع او حاصل ضربهم، ضرب الانتيتي الموجود عندي، تمام. فعلى اساس السيف كرايتيريا بنختار اللي هو الاتريبيوت اللي هيكون الريبريزنتيف انتيتي. وكمان مرة الريبريزنتيف انتيتي انا كائن ممثل عن اللي هو الانتيتي الموجود بداخله. لانه لما اعمل عملية باتش زي ما قلنا احنا، هنا بدخل عندي مجموعة من الانتيتيز بعملها عملية باتش، هان عملية باتش في صندوق معين مثلا، فهيطلع عندي من الباتش انا ايش، هيطلع صندوق، فهذا الصندوق ايش صفاته، ايش الاتريبيوت تبعته، فلازم نحددها عن طريق اللي هو السيف كرايتيريا. طيب خلينا ناخد والله مثلا انه السيف كرايتيريا لاست، يعني انه والله الاتريبيوت تبع الريبريزنتيف انتيتي زي اخر انتيتي موجود عندي في اللي هو الباتش، تمام. هذا اشي مهم لازم تعرفوه اللي هو السيف كرايتيريا. طيب اذا حطينا النيم، التايب، الباتش سايز، والسيف كرايتيريا، ضايل حاجتين اللي هو الرول والريبريزنتيف انتيتي تايب. طيب الرول اللي هو القاعدة اللي انا بناء عليها بتكون عندي الباتش. في خيارين اللي هو الاني انتيتي او باي اتريبيوت. يعني اني انتيتي والله مثلا انا بدي اعمل باتش لتو مثلا انتيتيز، فاي انت لو حطيت الخيار انا انتيتي، فانا اي انتيتي هيجي عندي اول اتنين، اول تو انتيتيز هيجي عندي في الباتش هاخدهم بغض النظر عن لونهم عن نوعهم، اي انتيتي. يعني انا ممكن يصير عندي مثلا في الباتش اير جوردن مع اير ماكس، فردة يمين مع فردة شمال، اللون ازرق مع احمر، تمام. هذا لما احط الرول اني انتيتي، يعني ما فيش قيود، اي انتيتي بيجي عندي اللي بيجي اول هحطه في عملية الباتش، تمام. طبعا هذا الاشي لخبطة ومش صحيح، بس لازم نعرف انه انا انتيتي انا ما عنديش قيود، كل الانتيتي
ممكن اعمل لها باتش. تمام. طيب النوع الثاني اللي هو الباي اتريبيوت حسب صفة معينة. لما احط باي اتريبيوت هيظهر لي الاتريبيوت نيم. باي اتريبيوت حسب صفة معينة، يعني انا بدي اعمل تجميع حسب صفة معينة، وهذا الصح. يعني والله مثلا انا بدي اعمل باتشنج لتو، الى مثلا الى تو انتيتيز لونهم احمر، فبصير اللي هو الالوان الانتيتيز اللي لونهم احمر مع بعض والالوان الثانية مع بعض. تمام. فحسب انا صفة معينة انا حددتها، فهيك بصير الاشي انظم. طيب انا هنا بدي باي اتريبيوت، الاتريبيوت اللي حنختاره بنشوف هنا. خلينا نختار حسب اللي هو الانتيتي تايب، نوع الانتيتي. بمعنى اللي والله انا بدي باتش، انا ايش في عندي انتيتيز؟ قلنا اير جوردان، اير ماكس، واير ايفرسون. فانا بدي الاير جوردان مع بعض، والاير ماكس مع بعض، والاير ايفرسون مع بعض. تمام. هاي الاتريبيوت اللي انا بدي اياه. ممكن انت بدك والله مثلا لون معين، بدك الاحمر مع بعض الاخضر، ممكن تختار الكلر. تمام. فانا هاي بمعنى اللي هو الباي اتريبيوت. يعني الرول انا عندي هنقول القاعده اللي بناء عليها بكون الباتش. يا انا بكون الباتش عن طريق اني انتيتي، اي انتيتي مع بعض بحطهم في باتش وبمشي، او باي اتريبيوت حسب صفه معينه. تمام. فانا باي اتريبيوت هنا لما اختار باي اتريبيوت واخترنا الاتريبيوت نيم اللي هو انتيتي تايب حسب نوع الانتيتي عندي، فهيصير كل مثلا عملت باتش لتو انتيتيز، فكل تو انتيتيز نفس الانتيتي تايب هيكونوا مع بعض. تمام. مش هيصير في اي لخبطه. تمام. اذا بناء على صفه معينه انا هتم التجميع. طيب اخر اشي عندي اللي هو representative entity type. representative entity type اللي هو زي ما قلنا احنا بيظهر عندي بعد ما يطلع بالباتش representative entity type، ممثل، كائن ممثل عن ال entity الموجود فيه. فهذا ال representative entity type ممكن اعطيه اسم معين، وممكن اعطيه برضو صورة معينة. تمام. بيكتشر لحال يعني. فخلاص لما مثلا احط له بيكتشر لحال واعمل رن للسيستم عندي واشوف السيستم، فمثلا يظهر صورة مثلا اي شيء، انا احط له اي صورة فبعرف انه والله هذا عبارة عن باتش. تمام. فاحنا لا خلينا زي ما احنا، وخلينا على الانيميشن تبعنا. بس انتوا لازم تعرفوا ان انا بقدر اعمل للبرزنتيتيف عندي تايب، ممكن اعمل له اسم تاني، وممكن اعمل له صورة لحال يعني. تمام. خاصة فيه. تمام. المهم لازم تعرفوا ايش يعني الريبريزنتيتيف انتيتي تايب، والكائن الممثل انا اللي بيظهر بيطلع عندي من عملية الباتش. تمام. وبنعمل اوكي. هاي بالنسبة للباتش النوع بيرمنت. طيب خلينا نشوف احنا هنا مثلا، هاي قلنا الباتش جروبينج ميكانيزم within the simulation model. الباتشز اوف انتيتي كان بي بيرمننتلي اور تمبورالي جروب. زي ما قلنا ممكن اعمل جروب دائم او جروب مؤقت. احنا شفنا الجروب الدائم، هنشوف الجروب المؤقت كمان شوي. التمبورالي باتشز ماست بي ماست ليتر بي سبليت يوزنج ذا سيبريت موديول. طبعا انا اذا عملت تمبورالي باتش لازم بعد هيك اعمل له عمليه سيبريشن. تمام. عن طريق سيبريت موديول. طيب هذا النيم والتايب زي ما شفنا حطيناهم. هاي السيف كريتيريا قلنا ميثود فور اساينينج ريبريزنتيف انتيتي يوزر ديفاين اتريبيوت فاليوز. تمام. احط اللي هو الاتريبيوت للريبريزنتيف انتيتي ياخد صفات مين. طيب هذا كلنا قلناه. طيب خلينا نشوف مثال. هذا كلام يعني كويس ممكن تشوفوه اغلبه حكينا. طيب هاي مثال مثلا والله عندي لحالة البيرمننت. يقول لك الانتيتيز ارايف ات ذا اسمبلي موديول اند ار اسمبلي موديول اللي هو ايش؟ تجميع يعني اسمبلي، عملية تجميع. فانا خلاص شفت اسمبلي، اذا انا بدي اعمل باتش لان انا بدي اجمع. اند ار بليست ان ا كيو اند نيمد اسمبلي كيو. طيب when two entities of the same entity type are accumulated. اذا انا عملت تجميع ل two entities، اذا الباتش سايز حيكون قديش؟ two of the same entity type. اذا لهم نفس ال entity type، يعني انا السيل خلينا لهم نفس ال entity type. يعني انا الرول هنا مش هتكون انا entity، لا
انا خصصت انه يكون لهم نفس الانتيتي تايب، فحيكون عندي والله باي اتريبيوت، والاتريبيوت ايش عندي؟ انتيتي تايب. اذا انا بدي اجمع حسب اللي هو يكون الاثنين نفس الانتيتي تايب، تمام؟ هنا عن طريق الرول، فيصير هنا باي اتريبيوت. طيب a single permanent representative entity، ها قال لك permanent representative entity، اذا ايش النوع عندي؟ التايب حيكون permanent، تمام. اذا النيم حطيناه assembly، التايب permanent، الباتش سايز قال لك 2، والرول باي اتريبيوت لانه قال لي same entity type، تمام. طيب بقول لك a single permanent representative entity leaves the module، تمام. there's no representative entity type specified، ما فيش شيء entity type representative entity type، يعني هنا representative entity type ما حطها زي ما احنا عملنا هنا في شغلنا، ما حطينا representative entity type. وهنا بقول لك برضو ما فيش شيء no representative entity type is specified، فبنخليها فاضية. طيب ايش ضايل عندي؟ ضايل عندي اللي هو save criteria. طيب ايش قايل عنها؟ therefore the grouped entity will maintain the entity type of the last entity entering the queue. بقول لك انه والله الانتيتي اللي مجمعة حتظلها محتفظه بنوع الانتيتي تبع ايش؟ اخر انتيتي دخل الكيو عندي، دخل الطابور، ذا لاست انتيتي. اذا سيف كرايتيريا حيكون على اساس مين؟ اللاست انتيتي، فبنختار السيف كرايتيريا اللاست، تمام. هاي قال لك هاي، يعني هذا مثال يعني زي الامثله، سؤال يعني ممكن يجي سؤال زي هيك، نفس الشيء طريقه التعبايه زي هيك، بدك تشوف كل واحده. حط النيم، بعدين شاف انه عندي نوعين انا، والله ما جابش سيرة انه انا لازم اعمل له سيباريشن بعد هيك واشي، واصلا قال لك سنجل بيرمننت ريبريزنتيتف، فاذا النوع بيرمننت. الباتش سايز قديش انا بدي احط في الباتش؟ بنشوف بقول لك عملية الاسمبلي لازم يكون فيها وين تو انتيتيز اوف ذا سيم انتيتي ار اكيوميليتد، تو انتيتيز ار اكيوميليتد يعني اتجمعت، فانا جمعت تو انتيتيز، اذا الباتش سايز 2، تمام. والباقي نفس الاشي، تمام. هذه الطريقة على البيرمننت باتش، تمام. طيب الحين هنشوف اللي هو النوع الثاني من انواع الباتش، لما نحط temporary batch. طيب خلينا نشيل اللي عملناه احنا، نشيل مثلا سيبريت، نحط الباتش، نشيل البيسك بروسيس ونحط باتش، وبنوصل. طيب احنا اخذنا البيرمننت، خلينا ناخذ اللي هو التمبراري ونشوف كيف حيتم التعامل معه. الاسم شو؟ باتش مثلا، اي شيء شحط اي شيء. طيب التايم تمبراري، الباتش سايز خليه 2، السيف كريتيريا لاست، باي اتريبيوت خلينا نقول انتيتي تايب زي ما شفنا، تمام. اوكي انفيرس عشان اعطينا اوكي باتش باشوز باتش مثلا. طيب اوكي، طيب لما يكون عندي temporary قلنا لازم نلحقه بعد هيك، او مش بعده، لازم لازم في الاخر، اخر السيستم، في اي مرحلة من مراحل السيستم، انه نعمل له عملية separation، لانه انا عملت عملية باتش، عملت حزمة مؤقتة temporary. والله لو عملت اوكي هيك وعملت رن للسيستم، خلينا هنا نوصلهم، هيجيني ايرور، تمام. هيقول لي مش انت عملت تمبرر، لازم التمبرر هذا لازم تفكه في اي مرحلة من مراحل الموديل عندك. فخلينا نعمل رن، ها هي اجالك وارنينج ايرور. ايش بقول لك؟ الانتيتيز ريبريزنتنج تمبرري باتشز جروب شود بي سبليت بيفور بينج ديسبوز، لازم تعمل له عملية سبليت قبل ما انت تعمل ديسبوز، تمام. فانا بيجي لك ايرور ومش حيطلع لك اشي. نعمل كلوز، تمام، ومنضيف سيبريشن في اي مرحلة، مش لازم، خلينا نعمل سيبريشن هان، انه خلاص والله انا عملية تجميع عملنا جمعنا هان، بعدين خلاص لما يجي نخلص السيستم افصل لي اللي جمعته. طبعا زي ما قلنا احنا بيطلع عندي هنا من الباتش ايش؟ ريبريزنتيتيف او ريبريزنتيتيف اللي هو انتيتي، تمام. نعمل سيباريت، طبعا ايش نوع السيباريت حيكون عندي؟ سيباريت نفس الشيء، شوز مثلا نسميه
سيباريت التايب ايش حيكون؟ اللي هو حيكون سبليت اكزيستنج باتش، اللي هو اللي هنعمل سبليت للباتش هذا اللي عملناه تمبوري. تمام، اذا تمبوري لازم اعمل له عملية سيباريت بسرعة. ايش النوع؟ اللي هو سبليت اكزيستنج باتش. لما احط سبليت اكزيستنج باتش حتطلع عندي حاجة اسمها ممبر اتريبيوتس. تمام، هذا الممبر اتريبيوتس ايش معناته؟ انا والله قلنا بيطلع عندي من الباتش هان بيطلع عندي ريبريزنتيف انتيتي. تمام، وبالصفات اللي عملناها وايش بتمشي ريبريزنتيف انتيتي بتيجي لعند السيبريشن. لما يصير عملية سيبريشن فصل او انقسام وخلاص كل انتيتي لازم تروح لحالها، بقول لك طيب صفات الانتيتي اللي احنا بدنا اللي فصلناهم اللي كانت موجودة في الريبريزنتيف ايش الصفات هذه؟ على اي اساس نعطيهم صفات؟ هاي بقول لك هاي في عندي 3 خيارات حنضيفهم عن طريق الممبر اتريبيوت. ولك والله ريتين اوريجينال انتيتي فاليوز، انه والله بعد ما عملية الفصل خلاص رجع كل انتيتي بالاتريبيوت الاصلية تبعتها. تمام، كل واحد ياخد اللي هو الصفة الاصلية تبعته كل انتيتي. تمام، هذا واحد. اثنين، اذا اول شيء ريتين اوريجينال انتيتي فاليو ليحتفظ بالاتريبيوت الاصلية اللي دخلت فيها. تمام، اثنين تيك اول ريبريزنتيف فاليوز، انه ياخد صفات الريبريزنتيف الريبريزنتيف انتيتي اللي طلع من هذا ياخد صفاتهم. خلاص احنا مش اعطيناه صفات في اللي قبل، اعطيناه صفات وعلى اساس انه السيف كرايتيريا الفيرست واللاست ولا اعطيناه اتريبيوت. فبقول انت لما تيجي تعمل السيبريشن لو حطينا تيك او ريبريزنتيف فاليوز، انه والله الانتيتي اللي طلعت تاخد صفات الريبريزنتيف فاليو اللي طلعت منها. تمام، او انك تيك سبيسيفيك ريبريزنتيف فاليوز، انك انت بتاخد صفات معينة انت بتحددها، وهذا لما نحطها حيطلع لك ايش يعني اتريبيوتس انت بدك تحددها. خلاص انت بدك والله الانتيتيز اللي طلعت من عملية السيبريشن هذه تاخد صفات معينة انت ممكن تحددها عن طريق تيك سبيسيفيك ريبريزنتيف فاليوز. تمام، هذه الـ3 حاجات اللي بتحدد لي الصفات اللي ممكن اعطيها للانتيتيز بعد ما تطلع من عملية السيبريشن. الاول شيء انه والله ريتين اوريجينال انتيتيز تحتفظ بصفاتها الاصلية. اثنين، تاخد صفات اللي هو ريبريزنتيف فاليو، او انت تحدد لها صفات محددة. تمام، خلينا مثلا نحط ريتين اوريجينال انتيتي فاليو. اوكي، خلصنا هذه عملية اللي هو انا لما يكون عندي temporary ما بنفع انهي السيستم، ما بنفع اعمل dispose للسيستم الا لما اعمل في مرحلة من مراحل السيستم، او اني اعمل split لل existing batch اللي عملت له temporary. تمام، هذه النقطة اللي كنت بدي أوضحها بالنسبة ل لما يكون عندي النوع temporary. تمام، طيب خلينا ناخذ مثال لما يكون عندي splitting batch entities. لما يكون طيب in this example the unbatched module will take the incoming batch representative entity and split it into its original component. تمام، بدي أعمل عملية splitting لل original للباتش هذه ويرجعها ل مكوناتها الأصلية. طيب the representative entity is then disposed، بعد هيك حيتم. إذا أنا كيف عرفت إنه النوع split existing batch؟ لأنه بقول لك في عندي batch وبدنا إيش نعمل له separation. فإذا لما يكون عندي batch نعمل له separation، إذا النوع حيكون split existing batch. طيب الممبر attribute كيف؟ أي واحدة فيهم، أي خيار من الخيارات الثلاثة، بقول لك أنا the original entities will retain certain attribute values from before they were batched. أقول لك والله الـ entities الأصلية حتسترجع صفاتها الأصلية قبل ما يصير عملية batch إلها. إذا إيش حيكون الخيار؟ اللي هو retain original entity values، كل واحد حترجع صفاتها الأصلية. تمام، طيب هيك إحنا بنكون خلصنا الـ separate والـ batch. طيب الجزء الثاني عندي في، والجزء الأخير عندي في اللاب، اللي هو set module. إني أضيف set module. الست معناها مجموعة، أنا بدي أعمل مجموعة، والست بتنعمل لأكتر. إذا لاحظنا إحنا في اللابات اللي قبل شفناها في البروسيس وشفناها في الكاونت، فممكن أعمل ست لكتير مجموعة من الحاجات. إحنا هنعمل ست لريسورس أنا للعمال اللي عندي. طيب معطيني أنا في السؤال هنا إنه والله عندي ست مجموعات. تمام، كل مجموعة
فيها الكباسيتي تبعتها 2، عندي في كل مجموعة عاملين، تمام؟ ها مجموعة، وسمى كل مجموعة كل سيت باسم الليدر أو القائد تبع المجموعة عندي، تمام؟ هاي 6 نيو ريسورس اللي هو بيتر، رون، جينا، وباريس، وسيلفيا، وأليكسز، تمام؟ هذه 6 مجموعات، كل مجموعة فيها عاملين، الكباسيتي تبعتها 2، وزي ما قلنا سميناهم، يعني احنا مش هنا بيتر معناه انه بس عندي ريسورس بيتر، لا، هذا اسم اللي هو الليدر تبع المجموعة، المجموعة بيتر هذه فيها 2، تمام؟ بيتر وكمان واحد يعني. طيب هذا كيف ممكن احنا نضيفه عندنا في الارينا. طيب نيجي عندنا طبعا احنا كم عملية عندنا؟ عندنا قلنا 3 عمليات اللي هو الاير جوردن لوجو والاير ماكس لوجو والايلت، تمام؟ طيب مبدئيا بدنا نروح على الريسورس اللي احنا عملنا ريسورس قبل هيك، فبدنا نشيلهم ونحط الريسورس الجديدة هذول، تمام؟ نروح على بيسك بروسيس ونروح على ريسورس، هنلاقي كل الريسورس اللي احنا ايش اسمه عملناهم في الموديل عندنا، فبنحذفهم كليك يمين وبنحط ديليت رو، كليك يمين ديليت رو، كليك يمين ديليت رو، هيك حذفنا الريسورس اللي عندنا، تمام؟ بنضيف الست ريسورس اللي عندنا الجداد. طيب دبل كليك ونحط الريسورس نيم، عندنا قديش قلنا 6، اول اشي بيتر، قديش الكباس تبعته؟ قلنا 2، المجموعة الأولى 2، تمام. بعد هيك عندي رون، كباسيتي 2، عندي جينا، الكباسيتي 2، عندي باريس، والكباسيتي 2، وعندي سيلفيا، نفس الشيء الكباسيتي عندي 2، وعندي آخر ريسورس المجموعة الأخيرة أليكسس، الكباسيتي 2، تمام. هاي المجموعات الجديدة، الريسورس اللي عندي، عندي 6 مجموعات، المجموعة الواحدة فيها الكباسيتي إلها 2، تمام. طيب بعد هيك انا بدي اضيف اللي هو هذه المجموعات على العمليات عندي، بنروح على بيسك بروسيس، بنلاقي تحت حاجة اسمها 6 مجموعات. كم عملية عندي احنا؟ قلنا 3 عمليات اللي هو اير جوردن لوجو والاير ماكس لوجو والايلت بروسيس. طيب الست الاولى بنسميها اللي هو اير جوردن لوجو ست، تمام. طيب التايب احنا قلنا نعمل لها الريسورس، صحيح؟ في عندي طبعا انواع كتير ممكن نعمل لها ريسورس، قلنا زي ما قلنا ريسورس كاونتر انتيتي تايب انت بيكتشر تالي وحاجات كتير، احنا هنعمل للريسورس، تمام. خلينا نضيف بعدين هنشوف الممبرز هذه. التانية عندي اير ماكس لوجو ست، وعندي ايلت ست، تمام. طيب بعد هيك بقول لي انه والله المجموعات هذه بتشتغل لاكثر من عملية، يعني
بقولك مجموعة باريس وبيتر بيشتغلوا في الاير جوردان لوجو والاير ماكس لوجو، تمام، في العمليتين. ومجموعة رون وسيلفيا بيشتغلوا في عملية الجوردان لوجو والايلت بروسيس، وجينا واليكسيس بيشتغلوا في عملية اللي هو الماكس لوجو والايلت بروسيس. طيب بدنا نضيف هذول الاشياء عندي، انه عندي انا والله المجموعات بيشتركوا في العمليات عندي. طيب نيجي لأول شيء للإير جوردان. طيب مين بيشتغل عندي إير جوردان؟ باريس وبيتر بيشتغلوا إير جوردان، هاي اتنين، ورون وسيلفيا برضو بيشتغلوا إير جوردان، صحيح؟ فعندي أربعة لازم طبعا نكتبهم بالترتيب، باريس بيتر رون سيلفيا، نضيفهم كالتالي. بنروح على المنبر الزيرو رو، دبل كليك دبل كليك، وريسورس نيم نعمل ايش اسمه بالسهم انا حلاقيه. قلنا اول واحد مين؟ باريس، هاي باريس. بعدين كمان دبل كليك نضيف اللي بعده، مين عنا بعده؟ بيتر، هنلاقي بيتر. كمان دبل كليك، هاي باريس وبيتر بيشتغلوا على الاير جوردن. بعد هيك رون وسيلفيا برضو بيشتغلوا على الاير جوردن، هنضيف رون بعدين هنضيف سيلفيا. هاي رون، دبل كليك، وهاي سيلفيا، تمام. نسكر، عندي أربعة. بعد هيك الاير ماكس، مين بيشتغل في الاير ماكس؟ باريس وبيتر برضو بيشتغلوا في الاير ماكس، وعندي جينا واليكسس بيشتغلوا في الاير ماكس، تمام. يعني واحد اثنين برضو أربعة عندي هان، باريس وبيتر وجينا واليكسس. فمنضيف نفس الاشي على الزيرو رو دبل كليك، نضيف دبل كليك هنا، ونحط أول واحد قلنا باريس، بعدين بيتر، بعدين جينا، بعدين أليكسيس. بيتر، وعندي جينا، وعندي أليكسيس، وأليكسيس، تمام. ناي باريس وبيتر والاير ماكس وجينا واليكسس برضو في الاير ماكس، باريس وبيتر وجينا واليكسس. ومنسكر عندي، ونضيف اللي بعده الايلت ست، مين بيشتغل فيها؟ كم مجموعة الايلت بيشتغل فيها؟ رون وسيلفيا في الايلت، وجينا واليكسس، تمام، برضو في الايلت ست. اذا رون سيلفيا وجينا واليكسس اربع مجموعات بمجموع، يعني بيطلع عندي ثمان عمال هيك. طيب رون وسيلفيا، أول واحد رون، ثاني واحد سيلفيا، بعد هيك اللي هما جين، جينا وأليكسس. وأليكسس، تمام. أنا هيك ضفت المجموعات، وكل واحد كل مجموعة على ايش بتشتغل. طبعا في بيشتغلوا بشكل مشترك، تمام. ومنسكر عندي، تمام. انا هيك ضفت الست. طيب الخطوة واحدة، انه اضيف هذا الاشي على، اعدل هذا الاشي على بروسيس اللي عندي، على كل بروسيس، على الاير لوجو واللوجو الجوردن لوجو والماكس لوجو واللي هو الايلت بروسيس، تمام. طيب نرجع لبروسيس كل واحدة منهم، قطع اللوجو بروسيس، طيب خلينا مبدئيا في الاير جوردان لوجو بروسيس. بنروح على الريسورسز، بنحط احنا عملنا طبعا قلنا ايش سيت للريسورس، فبنعدل الريسورس، بنحط ايش اديت، بنروح على التايب ريسورس، وايش الخطوة الثانية عملنا سيت، تمام. بنحط عندي سيت، طب السيت نيم طبعا حنلاقيها زي ما احنا كتبنا ايش سميناها احنا، اير جوردان لوجو ست، تمام. الكوانتيتي اللي هو كم واحد انا محتاج يشتغل عندي، كم مجموعة، خليها واحد. طيب هنا الحاجة المهمة عندي اللي هو سيلكشن رول، على اي اساس انا اختار المجموعات، تمام. في عندي مجموعة كبيرة من الخيارات، في عندي سايكليك اللي هو وبعدين راندوم، وبعدين بريفيرد اوردر، سبيسيفيك ممبر، لارجست ريمينينج كاباسيتي، وسمولست نمبر بيزي. طيب نبدأ في اول واحدة اللي هي سايكليك، بمعنى دوري، يعني انا بنقيهم بشكل دوري. انا زي ما قلنا رتبتهم في الاير جوردن، نرجع على السريع هيك في الاير جوردن،
اي اير جوردن اول عملية، ايش رتبناهم؟ باريس وبيتر ورون وسيلفيا. لو بدي اختار السايكليك سيلكشن رول، يعني حيبدا، والله حيبدا من الرقم الاول، باريس لقاه فاضي حيشتغل، بعدين حيرجع بيتر لقاه فاضي بنقول له تعال اشتغل، بعدين رون، بعدين سيلفيا، بعدين بيرجع من الاول، وهكذا تمام، بشكل دوري بشكل دوري، اللي فاضي حيشتغل، اللي فاضي حيشتغل، وبضل اعيد بشكل دوري. هذا معناه سايكليك، تمام. هذا اول واحدة. بعد هيك بيجي عندي راندوم بشكل عشوائي، يعني انا الترتيب عندي هذا من 1 لـ 4، بارس اي واحدة اختار بشكل عشوائي، تمام. اللي فاضي يجي يشتغل بشكل عشوائي، ما فيش فيها اي شيء. اذا الاولى دوري، الثانية بشكل عشوائي انت اختار المجموعة اللي بدك اياها تشتغل. بعد هيك الخيار الثالث هو البريفيرد اوردر. بريفيرد اوردر اللي هو انت بتفضل عمال على حساب اخرين، بتفضل مجموعة على حساب مجموعة اخرى، وتقريبا التفضيل بيكون على حساب الترتيب، تمام. يعني انا احنا ايش قلنا الترتيب عندي هان اللي هو في الاير جوردن، اخترنا باريس بيتر بعدين رون وسيلفيا. اذا مين المفضل عندي؟ باريس، باريس او بعدين بيتر بعدين رون بعدين سيلفيا، هذا التفضيل. والله اذا اجيت لقيت باريس فاضي بقول له تعال اشتغل، مجموعة باريس فاضي تعال اشتغل، تمام. خلص عمليته، بعدين رجعت كم مرة شفت مين، لقيت برضو باريس فاضي باجي باخده كم مرة، فهذا بصير ظلم للمجموعات الاخرى. بس انا هيك هذا الرول، انه انا والله بصير في تفضيل حسب الترتيب، كل ما كانت اقل حظا حيكون مين؟ سيلفيا، لانه اخر واحدة في الترتيب عندي، عشان هيك قلنا احنا الترتيب مهم، تمام. فالبريفيرد اوردر حسب الترتيب انا عندي. طيب بعد هيك اللي هو السبيسيفيك ممبر. سبيسيفيك ممبر اللي هو انا بختار مجموعة بحد ذاتها، بدي مثلا والله مجموعة بيتر تشتغل لي خلاص بحد ذاتها. فانت لما ملاحظ لما احط سبيسيفيك ممبر بيطلع لي حاجة اسمها سيت اندكس، اللي هو رقم هذا المجموعة، والله مثلا رقمها 2، المجموعة انا بدي المجموعة الثانية تشتغل لي هذه العملية، بكتب 2 تمام. فبكتب هنا رقم المجموعة عندي، رقم الست اللي انا حطيتها، انا سبيسيفيك ممبر اللي انا بدي حد يشتغل يعني معني باسم برقمه، تمام. بعد هيك اللارجست ريمينينج كاباسيتي اللي هو الاختيار الجروب اللي فيه اعلى كاباسيتي. طبعا احنا هنا في مثالنا قديش حطينا الكاباسيتي؟ حطينا الكاباسيتي لكل المجموعات 2 متساوي، يعني هنا مش هيظبط معنا. بس والله اذا في مثل امثله اخرى اللارجست ريمينينج كاباسيتي معناها انه انا بختار المجموعه اللي فيها كاباسيتي اعلى كاباسيتي. يعني مثلا عندنا هنا كلهم 2 ولقيت واحده مجموعه الكاباسيتي تبعتها، مجموعه الكاباسيتي تبعتها 4، فلما اختار largest remaining capacity فبيختار لي اللي هو الـ4، تمام. اذا largest remaining capacity اختيار لجروب الاعلى capacity. اخر selection rule اللي هي smallest number busy اللي هو اقل مجموعة اشتغلت، يعني اقل مجموعة اشتغلت largest remaining capacity. فانا بختار لي هان في السيف selection rule اقل مجموعة اشتغلت من كل المجموعات الموجودة عندي، تمام. هاي انا بالنسبة للست والسيلكشن رول على السريع كم مرة سايكليك، بختار من المجموعات بشكل دوري، بمشي من الترتيب من 1 لـ 4 بعدين بعيد. الراندوم عشوائي، بختار اي مجموعة من المجموعات الـ4 اللي عندي. البريفيرد اوردر بفضل الترتيب، فبمشي بالترتيب حتى لو عيد، حتى لو كل عملية كان نفس المجموعة تشتغل، المهم يكون ترتيبها كويس. يعني اذا المجموعة الاولى اخترتها تشتغل لي هذه الشغلة واشتغلت، بعدين رجعت كمان فترة وبدي شو اسمه اختار لشغلة تانية، الاقي برضو المجموعة الاولى فاضية فباخدها كمان مرة، تمام. حتى لو اشتغلت قبل هيك، اذا انا بفضل الترتيب عندي، تمام. بعد هيك السبيسيفيك ممبرز اللي هو انا بدي مجموعة بحد ذاتها، انا بختار مجموعة بحد ذاتها، وزي ما قلنا لما احط سبيسيفيك ممبر بيطلع عندي الست اندكس، بختار رقم المجموعة، انا بدي المجموعة الثانية تشتغل لي، تمام، او المجموعة الاولى او المجموعة الثالثة او الرابعة. سبيسيفيك ممبرز بحددها بالضبط. واللارجست ريمينينج كاباسيتي اللي هو اختيار المجموعة والجروب اللي فيه اعلى كاباسيتي، اعلى عمال عندي، اعلى عدد عمال. انا طبعا قلنا بنفعش لانه كلهم متساويين في الكاباسيتي. اخر واحدة الـ smallest number busy اللي هو اقل مجموعة عندي اشتغلت، تمام. احنا خلينا مثلا الـ preferred order بنحط اوكي. اوكي هيك انا ضفت الست،
وباقي الكلام على نفس اللي هو اللي الشغلة هاي set. set ايش سميناها air max logo set selection rule مثلا خلي random عشوائي. اوكي بضل عملية واحدة، عملية اللي هو الايلت اي ايلت بروسيس edit نحط التايب set وش سميناها الايلت set والنوع خليها مثلا largest او لا قلنا منفعش smallest number busy اقل حد اشتغل خليه يشتغل لي في الايلت. اوكي تمام. هاي بالنسبة لعملية اللي هو اضافة الست موديول. تمام يعني هيك بكون خلصنا ان شاء الله اللاب رقم 5.